لماذا تم تجاهل المساعدات الفرنسية؟ ألم تكن يعني إن توفرت الآليات؟ هذه زيادة في الخير وبركة قد يقول البعض. أنتم تديرون حملة إعلامية مضادة للمغرب، تريدون أنتم مع الجزائر أن تصوروا المغرب على أنه منهار ومنهزم وغير قادر على أن يواجه الكارثة، وأنتم المخلص. لو كانت لفرنسا إنسانية وقلب على الإنسانية وعلى الشعوب في إفريقيا، لعلى الأقل اقتصصتم من المجرمين الذين ما زالوا إلى الآن مدانين في جرائم رواندا، لا اقتصصتم منهم مما حدثتموه في مالي. الآن شعوب إفريقيا كلها تطالب فرنسا بأن تقتص ممن تسببوا في جرائم إبادة لعرقيات بأكملها في إفريقيا. أنتم آخر من يتكلم عن الإنسانية والعلاقات الإنسانية، ولن تكونوا أحن ولا أرق على شعبنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إخواننا الذين يعني تسببت هذه الكارثة في الإضرار بهم، لن تكونوا أحن عليهم من المغرب ومن مؤسسته ومن دولته ومن القوات المسلحة الملكية. لم نأتي بها من المريخ. المؤسسات التي تعمل في المغرب في الإنقاذ ليل نهار هي تعمل بناء على التزام عاطفي روحي إنساني مؤسساتي، ثم لدينا الخبرة الكافية، خبرة القوات المسلحة الملكية في إدارة الأزمات وفي مواجهة الكوارث وفي الإغاثة أكبر منكم بمليون مرة في جميع المساحات التي أنتم ملفوظون فيها ومطرودون منها في القارة الإفريقية وفي آسيا وغيرها. الرئيس ماكرون يبحث عن التقاط صور كما فعل في لبنان بعد أن دمر أو بعد أن تفجر مبنى بيروت. الرئيس ماكرون آخر همه إلا أن يريد أن يبحث عن مكسب أو غنيمة سياسية انتخابية يوظفها داخليا، خصوصا وأن كل النخبة المثقفة الآن في فرنسا تؤاخذ هذا الرئيس وكل من يدعمه وحزبه تؤاخذهم على أنهم أفشلوا فرنسا وأسقطوها في الفشل بعد الفشل. طب دعني أسأل في هذه النقطة دكتور عبد الفتاح، وضحت هذه النقطة؟ هذه هي أخي وضحت. طب دعني أنقل جانب الأخ الكريم، لا يمكنكم أن تجعلوا هذه المأساة بوابة للعودة إلى إفريقيا. فشلتم في إفريقيا ووصلت هذه الفكرة. هذا ما أود أن أسأل عنه.